صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث مقياس، اللي يحاول يصلح لك أغلاطك وللخير يدلك وعلى الباهي يقول لك. زعما صاحبك ولا عدوك؟ أكيد صاحبك، أكيد صاحبك، ويحبك ويعزك ويقدرك، وهذاك علاش ما يحبكش تغلط، وهذاك علاش ينصحك ويدلك، وهيك علاش مستعد انه يضحي حتى بحياته وجهده وماله على خاطرك. حكايتنا لليلة على التضحية، وما أدراكم ما التضحية. خلينا نتفرجوا على حكاية الليلة ونرجعوا ونكملوا حديثنا. صديقك؟ لماذا؟ لأنني أكرهك. تكرهني؟ ولماذا تكرهني؟ وماذا فعلت حتى تكرهني؟ وإذا قلت حتى تكرهني؟ أنا أحبك وأنت تكرهني. لماذا تكرهني؟ أسكتي. أكرهك لأنك تمحين كل ما أكتب. أنا لا أمحو إلا الخطأ. لا الخطأ؟ ما شأنك أنت والخطأ؟ ما شأنك أنت والخطأ؟ دعيه وشأنه. أنا ممحاد، هذا عملي. ممحاد؟ ما هذا عملي؟ وهل هذا عمل؟ عملي نافع كعملك. عملي نافع كعملك. أنت مغرورة. أنا؟ نعم. أنا مغرورة؟ نعم. لماذا مغرورة؟ انظري إلي. أنا القلم. ولأن من يكتب أفضل بكثير ممن يمحو الكلام. غير صحيح. إزالة الخطأ تعادل الصواب. إزالة الخطأ تعادل الصواب. قلت لك منذ البارحة إزالة الخطأ ماذا قلتي؟ إزالة الخطأ تعادل الصواب. إزالة الخطأ تعادل الصواب. هذا الخطأ وهذا الصواب. كيف إزالة هذا يعادل هذا؟ امسكي امسكي هذا الخطأ وهذا الصواب. لنمسك الصواب الخطأ امسك الخطأ. كلامك صحيح وأنت على صواب. صدقت يا صديقتي. أما زلت تكرهني؟ لا لا، لن أكره من يمحو لي أخطائي، وأنا لن أمحو ما كان صوابا. لن تمحو ما كان. نعم صحيحة عزيزتي. ما لي أراك تصغرين يوما بعد يوم؟ هذا لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما أردت أن أمحو خطأ. وأنا أحس أنني أقصر مما كنت عليه. نعم، فنحن لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم. ما أعظمك يا صديقتي، وما أحسن كلامك. ستوب. لا، زلت ما وصلتوش معنى التضحية. يلزم نبلغوها للجمهور. الممحات، القلم، صحيح انتم تعبتوا قداش من شهر واحنا نتبرفوا، لكن هكي تضحية الممثل. لهذا لازم نحسوا الجمهور ما معنى التضحية. ما مشيتش البروفة هذه، اش قولكم؟ نعاودوا؟ أي
هكا إذن كان الحوار بين القلم والممحات، واقتنعوا الزوز إنهم كل يوم قاعدين يصغاروا في حجمهم ويقصروا في طولهم على خاطرهم قاعدين يعطيوا لغيرهم. الممحات بفسخانها للأخطاء، والقلم بكتيبته في النصيحة والبناء. وإحنا حديثنا قياس، لو كان نجي ونحب ننقل اللي صار مع القلم والممحات على واقع الدنيا والناس، يا سيدي ما فيها باس ينقولوا بارك الله فيك لكل واحد يصلح لنا غلطتنا ويدلنا الثنية الصحيحة ونقبلوا منه الرشد والنصيحة، وما فيها باس زادك احنا نضحيه على خاطر غيرنا ونعطيه من وقتنا واهتماماتنا للناس اللي محتاجيننا. الدنيا هذه دنيا تربي، وسعداتك يا فاعل الخير ينضحي بحياتك على خاطر الغير. والعلاقات بين البشر إذا تأسست على التضحية من أجل الغير ونكران الذات، فإنه مشاعر التعاطف والمحبة بين الناس تترسخ وتكبر، ويكون الإنسان أكبر من حدوده وأنانيته، ويتقوى فيه حب الغيره. والتضحية ما هيش كان على خاطر شخص برد، التضحية تجم تكون على خاطر مجموعة، على خاطر عقيدة، على خاطر بلاد. وقداش مستحقين اليوم لشكون يذكرنا بالتضحية على خاطر ديننا وبلادنا، بعد ما تكرست في نفوسنا الأنانية وحب الذات وسياسة التمدين وعقلية روحي روحي ولا يرحم من مات. وإحنا شفنا في قداش من مناسبة وقت اللي تصير الله يقدر مصيبة في أي بلاد، نشوفوا تصرفات كل شعب وعلى شنو تربى. اللي مزروعة فيهم روح التضحية تلقاهم يعاونوا في بعضهم، واللي مغروسة فيهم الأنانية ما تلقى كان الباندية يسرقوا ويخطفوا ولا همام حد ولا متلفتين الحد، مهما كان تعب ولا مريض ولا مصاب. وعلى كل ربي حل القلوب على بعضها إن شاء الله، وربي يعطي هالشعب الطيب على قد قلوب الطيبين اللي فيه، اللي قاعدين يضحيوا بالغالي والرخيص وبالكلمة والمعاملة باش تكون بلادنا خير. وأكيد بإذن الله كما ثم شكون ضحى بحياته باش تكون حياتنا خير، ثم شكون مستعد إنه يزيد يضحي ويعطي باش الحق يعلو ولا يعلى عليه وتكون بلادنا خير وخير. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة ليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.